الشاعر الشاب أسامة الرضي يبهر المتابعين بقصيدة شعرية خلال مشاركته مع الفلسطينية مرام والملقبة بفتاة النرد، وهي مقدمة محتوى فلسطينية أبدت إعجابها الكبير ودهشتها في كل بيت من القصيدة. هذه القصيدة مشاهدينا الكرام، وهذا المقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الأيام الماضية. اليمن. اليمن. نعم. أول مشاركة لدينا من اليمن. أهلاً. حياكم الله أستاذة. لدي طبعاً مشاركة، ومغزى مشاركتي هو أن أسمع ملاحظاتك ورأيك أيضاً. نص من كتابتك. نعم. طيب، أتمنى أن لا يكون النص طويلاً. إن شاء الله. إن شاء الله، تفضل. طبعاً عنوان القصيدة هو من أنا؟ خيال الليل يسكن في رؤايا، وخيل الصمت تسهل في دجايا، صراخ الآه يصخب في فؤادي، وكل الحزن يخلق من أسايا. سؤال كشر الأنياب نحوي، ويسألني بعنف من أنايا، يعاتبني ويضنيني بماذا، ويسأل من أنا ولما حنايا. يحاول مقتلي ويريد صلبي، فأهرب نحو أحضان المرايا. أيسأل من أنا وأنا سؤال تذيله القنابل والشظايا؟ أنا طفل وعمري 1000 عام، وليد غدي وأسكن في صبايا، أفتش داخلي عني فأحبو إلى أمسي ولا ألقى خطايا. أنا جفن ضناه الدمع نعيا، أنا الطوفان يعبر في حشايا، أنا الموؤود في رمس الأماني، أنا حلم تغازله المنايا، أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخلف الغيم تنطرني الحكايا، أنا وطن تؤرقه دموع، جفاف الأرض يسقى من بكايا، أنا لون سماوي حرون، أكابر أن أعيش بلا سمايا، أنا نجم تؤرقه الليالي، أنا ركن حبيس في الزوايا. أتعرفني لتقرأ صمت بوحي؟ أتدرك ما تخبئه شفايا؟ أنا عني فقيد لم أجدني، وتحملني كما طفل يدايا. أواري داخلي أوجاع قومي، وأحمل فوق أكتاف الضحايا، خفافيش المساء تنال صبحا، وصبحي مات حزنا في مسايا، وصبحي مات حزنا في مسايا. بسلامتكم. الله الله، خليك وين رايح؟